السلام عليكم خوتي خواتاتي، كي دايرين بخير؟ كنتمنى ان شاء الله تكونوا في اتم الصحه والعافيه. هذا الفيديو ان شاء الله غادي يكون حماسي بشكل كبير، بحيث غادي نديروا تحليل مباراه القمه اللي كانت بين ويست هام وتشيلسي. وكنا كنعرفوا بان ويست هام بقياده المدرب محنك اللي كيعرف يسير المباريات ديالو اللي هو ديفيد مويز، وكما غالبا طبيعه الحال اللي كيهمنا هو فريق تشيلسي بقياده المدرب الالماني توماس توخيل، اللي كيدخل بهذه التشكيله في حراسه المرمى ادواردو ميندي، ثلاثي خط الدفاع انطونيو روديغير، تياغو سيلفا وكريستنسن. اما في خط الوسط عندنا جورجينيو، نقولو كانتي، سيزار اسبيليكويتا وبنشويل. اما ثلاثي خط الهجوم فعندنا كريستيان بوليسيتش، ماوسن ماوتش وتيمو فيرنر. وكما قلت لكم في الفيديو ديال البارح بان الساحر حكيم زياش بنسبه كبيره ما غاديش يكون اساسي امام ويست هام، حقاش كاينه مباراه اهم يوم الثلاثاء امام ريال مدريد الميرينكي في دوري ابطال اوروبا تشامبيونز ليغ. ونحيطكم علما، قبل انطلاق هذه المباراه كان فريق تشيلسي كيحتل المركز الرابع ب 55 نقطة، أما المطارق ويست هام في المركز الخامس بنفس رصيد النقاط اللي هو 55 نقطة. وكل هذه المعطيات غادي تخلينا لا محالة نشوفوا مباراة قوية خصوصا من الناحية البدنية، وأكيد غادي تتسم بالجرينتا والإثارة والتشويق. بداية المباراة فيا سلام، كما كان متوقع الاستحواذ من جانب فريق تشيلسي اللي ما تعطلوش تهديد مرمى ويست هام عن طريق تيمو فيرنر، اللي كيف العادة راسه وراس الشبكة كيبدع وكيتفنن في تضييع أولى أهداف البلوز. أما فريق ويست هام صراحه كانوا سادين جميع المنافذ على فريق تشيلسي، وكيستغلوا الكونتر اتاك او المرتدات خصوصا من جهه سيزار اسبيليكويتا اللي اصبح البطء ديالو واضح للعيان. وايضا الخطوره اللي معروف بها ويست هام هي الكره الثابته اللي كان كيتفاداها فريق تشيلسي بشكل ملحوظ، ولكن رغم ذلك تيمو فيرنر في الدقيقه 42 كترجع ليه الذاكره والحس التهديفي معا، بحيث سجل هدف في شباك ويست هام بعد تمريره سحريه ميليمتريه من بنشويل وسط فرحة المدرب الألماني توماس توخيل، ووسط حسرة وخيبة أمل المدرب ويست هام ديفيد مويز. ولكن رغم ذلك فالشوط الأول تشيلسي كان بدون حلول، بحيث ما قدروش يضربوا دفاعات ويست هام في اغلب الاوقات لان ما عندهمش اللاعب الفنان اللي يحط ليك مهاجم راسه ورا الشبكه. وكنا عارفين ان اللاعب الوحيد اللي يمكن ليه يزعج دفاعات المطارق بالتمريرات ديالو هو الساحر حكيم زياش، اللي كان ضروري الدخول ديالو من بدايه الشوط الثاني، لان نتيجه 1-0 ليست كافيه لابناء توماس توخيل. ولكن على عكس متمنياتنا توخيل كيفضل عدم اشراك زياش من بدايه الشوط الثاني، رغم ان انه كان كيعاني من ناحيه بناء الهجمه. واحد الفرصه ضيع عاوتاني تيمو فيرنر مصيبه معاه وصافي، بعد ما قلنا رجعت ليه الذاكره مره اخرى كيفقد عاوتاني، كيبان لي عنده مرض الزهايمر. تخيلوا معايا بعد تسديده رائعه من ماوسن ماوت اللي يكسل ليك الكور كترجع لتيمو فيرنر والشبكه خاويه وتيرها برا كانه مدافع، بصراحه لا تعليق. يعني توماس توخيل مخلي ابراهام وكيلعب الالماني اللي بحاله. ومن ديك اللقطه اللي ضيع تيمو فيرنر شفنا ايفر طون كينتافض على تشيلسي ولا كيشكل عليه خطوره خصوصا من لاعب لينكارد. اما احسن لقطه في المباراه في الدقيقه 61 كيل باراد من الحارس ويست هام بعد تسديده رائعه من ماوسن ماوتش، الصراحه يا سلام. المباراه ككل كان تكتيكيه بشكل كبير، وبالنسبه لفريق ويست هام كان ممتع اكثر من تشيلسي. واللي لاحظنا ايضا في المباراه ان معظم لاعبي تشيلسي كيضيعوا كرات عديده مثل بنشويل وبوليزيش وحتى ماوسن ماوتش، وخدر مباراه كبيرة اللي كان واضح انهم ذهنيا ما مركزينش بسبب مباراة القادمة يوم الثلاثاء مع ريال مدريد في الشامبيونز ليغ دوري ابطال اوروبا. وفي الاخير قولوا لي الراي ديالكم، سبب عدم مشاركة حكيم زياش اساسي في مباراة اليوم، واش بسبب اراحته لمباراة ريال مدريد او انها فقط مداورة بين اللاعبين ليس الا؟ زائد كيفاش جاكم مستوى ديال المباراة عامة؟ وكيف العادة كنسال الاراء ديالكم في قسم التعليقات، وكان معكم اسلام وفي نتلاقاو في فيديو جاي ان شاء الله. ومع السلامة.